Peserta ini akan membaca ayat suci kalamullah dari surah Al-Qasas bermula dari ayat 43. Ayuhas sadatul a'izza, ma zilna nuwasilu fa'aliyat ihtifalin maliz ad-dawli al-rabi' wa sittin bitilawatil Qur'anul Kirim بالاستماع إلى التلاوة المشاركة الثامنة ما يتيسر لها من سورة القصص ابتداء من الآية الثالثة والأربعين فلتتفضل مأجورة. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى you
وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدَيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. قالوا
Sadaqallahul Azim. Hadirin yang dihormati sekalian, qariah yang telah memperdengarkan bacaannya itu tadi ialah Raihana Ambangala, beliau mewakili negara Filipina. Ayuhal hadurul kiram, al-musyarikatu thaminah lihadhi laylah, al-qari'atu sayyidah, Raihana Ambangala, min jumhuriyati Filipina.